أكثر من 90 يوما على اختطاف اللبنانيين 11 في سوريا، والذين باتوا 10 بعد عودة حسين عمر، والإيجابية بشأن قضيتهم لا تزال قائمة. فبعد الاجتماع الرابع للجنة الوزارية المكلفة متابعة الموضوع، ذكر وزير العمل سليم جريساتي بالإيجابية التي تحدث عنها سابقا، وكانت نتيجتها الإفراج عن عمر والاطمئنان على صحة الآخرين، وهي إيجابية أكد أنها لا تزال قائمة. وقد أفادنا معالي وزير الداخلية اليوم أن ثمة معطيات متوافرة لديه تصب في الإيجابية ذاتها، وعملا بسياسة الصمت التي أثبتت جدواها على جميع الصعد، قررت اللجنة الاستمرار في انتهاج هذه السياسة والاستمرار في التواصل مع معالي وزير الداخلية والبلديات ساعة بساعة وبالمستجدات التي قد تصل إليه ويتفاعل معها، والتي بعد التحليل التي أجرينا معا اليوم تصب في خانة الإيجابية. جريساتي نفى أن يرتبط تسليم المخطوفين 10 الباقين بتسليم المخطوفين التركيين في لبنان. ما دخلنا لا بموضوع مبادلات ولا بغير موضوع مبادلات، الأمر لا يزال بعهدة معالي وزير الداخلية بالتواصل مع الجهة المعنية. هذا التواصل الذي أفضى بالنتيجة إلى 1 الإفراج، وثانياً إلى التأكد من سلامة سائر المواطنين اللبنانيين. جريساتي لم يعلن أي توقيت لإنهاء القضية، مشيرا إلى أن الوتيرة والآلية والنتيجة رهن بما يتم التوصل إليه في الساعات أو الأيام المقبلة.